بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء سعيد للجميع إن شاء الله. في المحاضرة السابقة أخذنا مقدمة تعريفية عن السوربان وأخذنا الجميع والطرح البسيط. اليوم إن شاء الله نستكمل يعني هذه المحاضرات في الجميع والطرح البسيط إن شاء الله. اليوم نأخذ أيضا تقسيمات السوربان، يعني السوربان هو مستويات، فشلون يعني يقسمونه حسب يعني المستويات، بالإضافة راح نأخذ الحساب في الأصابع وعلاقته في السوربان. احنا انطيناكم أيضا واجبات صفحة 18 و19، أتمنى يعني تكونون حليتوها حتى يعني احنا نتواصل بشكل جيد. زين، عندي الجمع والطرح البسيط، احنا أخذنا رقم واحد، اليوم إن شاء الله نكمل رقمين وشلون يعني نستخدم هذه الخاصية في حل المعادلات. مثلا عندي هذه المعادلة، قلنا احنا معادلات السوربان نكتبها بشكل عمودي، فلو كان مثلا عندي هنا 23 زائد 21 ناقص 12، مثلا هذه المعادلة. حاليا ناخذ فقط جمع وطرح بسيط، جمع وطرح بسيط يعني دون الخوف في قواعد اصدقاء الرقم 5 سمول فريند او البيج فريند اللي تسمى يعني الجمع والطرح المركب، ان شاء الله ناخذها في قادم المحاضرات، نتسلسل شويه شويه حتى يعني نكون قادرين بشكل جيد على الالمام بقواعد السوربان. الان عندنا الجمع والطرح البسيط، لاحظ هنا عندي معادله متكونه من رقمين ثلاث طوابق، يعني شنو متكونه من رقمين ثلاث طوابق؟ يعني نلاحظ عندي في العدد هذا رقم وهذا رقم، يعني رقمين متكونه من رقمين ثلاث طوابق، الطوابق هي يقصد بها هذا طابق وهذا طابق وهذا طابق، ثلاث طوابق، واحنا مثل ما نوهنا في المحاضره الاولى بان احنا عمليات السوربان هي يعني تكتب بشكل عمودي، تكتب بشكل عمودي. الآن كيفية الحل، عندي 23، عندي الثلاثة هاي موجودة في عمود الآحاد، هاي الثلاثة في عمود الآحاد، أصعد ثلاثة، نحول الأرقام إلى خرزات، إلى خرزات، 23. بعدين قبل لا نحل ننتبه للإشارة، هنا إحنا قلنا اتفقنا بأن أي عدد أو أي رقم ما يحمل إشارته تكون إشارته جمع، زائد 21 كده عندي بالآحاد واحد، فحولها إلى خرزة واحدة، وزائد 2 في العشرات، هاي زائد 2 في العشرات. نجي إلى خلصنا من هذا، نجي للطابق الأخير، ودائما وأبدا ننتبه للإشارة، هنا عندي ناقص 12، فنصعد 2 في الآحاد والعفو ننقص 2 في الآحاد وننقص 1 في العشرات. لاحظ هنا دائما يعني بعض الأطفال شو يسوي؟ يشوف هنا ناقص 12 حقيقة شو يسوي؟ يزود 2 وينقص 1. لازم نفهمهم بأن هاي الإشارة هي داخلة على العدد كله، بالإضافة يعني احنا درسنا المزيد من الأطفال حقيقة حتى يعني عندهم قراءة الرقم ما مضبوطة، يعني خاصة أو حتى العد، يعني العد 100 أكثر، يعني حقيقة مع الأسف يعني إحنا مدارسنا ما تهتم بهذا الموضوع، لأن عندنا مثلا نعطي رقم متكون من رقمين أو ثلاثة أرقام ما يعرف يقرأ، فهذا شيء يعني جدا مهم إحنا ننوه إليه. زين، ناقص 12، فهنا عندي لاحظ ناقص 2 في عمود الآحاد، ناقص 2، وعندي ناقص 1 في عمود العشرات، هذا مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود، إذا الناتج هو 32. نكتب معادلة حتى تشاركونا في حلها. هل عندي 56 زائد 12 ناقص 10.
جربوا نحل هذه المعادلة، واللي يطلع الناتج أيضا ينطينا النتيجة، لأن أنا راح أفتح الميكروفون للكل، يقدر يفتح الميكروفون مالته ويتحدث لنا بالنتيجة. نحلها على السوربان، دائما نحلها على السوربان مثل ما قلنا هنا، ما نحل هيك بشكل عمودي يعني مثل المدرسة يعني 6 زائد 2، لا خطأ هذا. نكتب الرقم كله، هذا العدد كله 56، وبعدين نجي نكتب هذا الرقم كله زائد هذا الرقم كله ناقص هذا الرقم كله، ما يصير بشكل عمودي مثل المدارس لا. ثمانية بالأحاد وستة بالعشرات. شو أقرأ الرقم اللي طلع عندي؟ 68. إي نعم 68، يعني ما يصير نقول 8 في الآحاد وستة بالعشرات، لا لا رأسا نقطة النتيجة، لأن إحنا قاعد نجمع. فستة وخمسين نحول الخرزات إلى أرقام، نحول الخرزات إلى أرقام، فنحل هنا عندي 56. 56 بعدين نجي إلى زائد 12، زائد 12 هاي عدة 2 في الآحاد وواحد بالعشرات مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود، ناقص 10، هاي ناقص 10، إذا الناتج هو 58، الناتج 58. ناخذ سؤال آخر. زائد 25 ناقص 12، أيضا حلو أن هذا السؤال. حد الآن إحنا عندنا جمع وطرح بسيط، فقط تطبيق، فقط نطبق المعادلات. نحول الخرزات إلى أرقام. 14 17. نعم هسه نحل السؤال، كل واحد يحتفظ بالإجابة مالته يقولها بس تحتفظ، بعدين احنا من نحل يدقق ويانا. 13، لاحظ شلون الحل 13، دائما الرقم الأول موجود عندي، هاي 13، 3 في الآحاد وواحد في العشرات زائد 25 حسب النطق مالتي، أول مرة من وين أنطقنه؟ 5، فأنزل 5 و20 أصعد 20 في عمود العشرات، ناقص 12، هاي عندي آخر طابق، ننزل طابق طابق وننتبه للإشارة، ناقص 12 يعني ناقص 2 خرزتين في الآحاد وناقص خرزة في ال عشرات، إذا الناتج هو 26. 26 نحتاج يعني دقة في الحل. نطبق على المعداد، ناخذ سؤال آخر. 23 زائد 26 ناقص 22. أيضا نحل هذا السؤال. طبعا اللي ما يتابع ويانا حقيقة صعب، صعب جدا يستمر في، لأن المتسلسلة جدا يعني. 27 27. نعم خلنا نحل 23، هاي 23، نحول الخرزات الأرقام إلى خرزات 23، وأيضا أنا دزيت لكم طريقة تصفير المعداد اللي شافوا الروابط،
زائد 26، شنو عندي بالآحاد؟ 6، فأصعد 6، هاي 6. ليش نحل؟ شنو عندي بالعشرات؟ 2، فأصعد 2. وقبل لا نحل ننتبه للطابق اللي وراء، شنو إشارته هنا؟ عندي ناقص 22، إذا ننقص 2 في الآحاد ونقص 2 في العشرات. إذن الناتج هو 27، ناتج 27. هذا فيما يخص، يعني احنا هسه فقط جمع وطرح بسيط، يعني ما عندنا اي قواعد، مجرد يعني نصعد وننزل خرزات طبقا للعمليه الحسابيه عندنا، يعني ماكو اي مشكله، فقط نتعرف على المعدات. ناخذ سؤال متكون من 3 ارقام، طلع عندي 123 زائد 511 ناقص 613. لاحظ كيف نحل هذا أسئلة، هذه الأسئلة نفس الشيء، يعني جمع وطرح بسيط. 123 أول رقم، يعني أنا عندي ما عندي أي مشكلة به. 123، لاحظ احنا في بداية، يعني من علم الاطفال، وانا نوهت بالبدايه قلت هم حتى عندهم الارقام حقيقه يعني بقراءتها غير مضبوطين، لكن بعدين من يتمارسون يقرون بشكل جيد. فهنا عندي 123 اصلا، حتى الاطفال كلهم ما يعرفون يقرون هيك ارقام، فانا حتى اعلمهم. طبعا هي احنا هذا في المستوى الاول موجود عندنا جمع وطرح بسيط، احنا نحل يعني هو اصلا السوربان او حتى نحل طبقا للكلام، يعني سانة 123 شلون اكتبها؟ هاي النطق مالتي اول رقم يطلع من النطق، مثلا 100، هاي 100 طلعت من النطق مالتي، النطق اللي راح يطلع ورايا هو 3، 3 عندي بالآحاد، و20 هيك اسويها 123. لكن احنا حتى نفهم الاطفال بشكل جيد نقول لهم نبدا من الآحاد، هنا عندي 3 بالآحاد فأصعد 3، طبعا هذا في بعدين الأطفال من ينتقلون للمستويات ويدربون هواي، لا تصير عندهم خبرة. زين، شنو عندي بالعشرات؟ 2 فأصعد 2، يعني 20 مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود، وعندي 1 في عمود المئات. قبل لا نحل الطابق اللي وراء ننتبه للإشارة، هي إشارة جمع، إذا إيش قد عندي أقدر أحلنها؟ يعني زائد 511 طبقا للنطق، واقدر احلها من الاحاد. فاحنا حتى نضبط القواعد بشكل جيد نجيها رقم رقم. زين، زائد 1، هذا الواحد وين موجود عندي؟ في عمود الاحاد فاصعد 1. ايش قد عندي في عمود العشرات؟ ايضا 1 فاصعد 1 في عمود العشرات، هذا عمود العشرات. ايش قد عندي في عمود المئات؟ 5، هذا عمود المئات، فأنزل 5. احنا قلنا أي رقم يقترب من العارضة راح تكون جمع. وخلصت هذا الطابق، أجي للطابق الوراء وأنتبه بشكل جيد للإشارة. إذا هنا إشارة طرح، فأطرح 3 من الآحاد، وأطرح 1 من العشرات، وأطرح 6 من المئات. فأطرح 3، عندي أو ما عندي؟ نعم عندي، هاي 3 ناقص 3، وعندي ناقص 1 من عمود العشرات وناقص 6 في عمود المئات، إذن الناتج هو 21. نعم. ناخذ السؤال. خمسمية وأربعة وستين ناقص 513 زائد 211. حلو على السوربان هذا، وننتبه للإشارة. يطلع 212 يمكن، لا 200 و 62. نعم، نحله.
ما عندي 564، فعندي 4 بالآحاد وستة في العشرات وخمسة في المئات. نقدر نطبقها رأسة، 564 هكذا نكتبها، ونقدر نبدأ بها من البداية حتى ما تضيع علينا أي شيء. 564 ننتبه الطابق اللي وراه، احنا عندنا عمارة وقاعد ننزل، فهنا عندي ناقص، ناقص إذا أنقص 3. دائما مهمة هذه الملاحظة، ننتبه للإشارة، ناقص 3 وناقص 1 بالعشرات وناقص 5 في عمود المئات، إذا ناقص 3 ناقص 1 وناقص 5 زائد 211. أنا راح أحلها حسب النطق، أو تقدر أنت تحلها رقم رقم، هاي 211، إذا الناتج هو 262، 262. هذا فيما يخص يعني الجمع والطرح البسيط، جمع وطرح بسيط بدون قواعد مثل ما شفتوا إحنا، يعني ما عندنا أي صعوبة، مجرد نصعد وننزل خرزات طبقا للعمليات الحسابية اللي موجودة عندي. يعني ما عندي جمع وطرح مركب اللي أقصد به شنو، مثلا عندي الجمع والطرح المركب، لا أصير عندي مشكلة، لازم أستعين ب يعني أحد أصدقاء الرقم 5 أو الرقم 10 حتى يعني يحلوا لي هذه المشكلة اللي صارت عندي في الجمع. اللي أقصد به شنو معناته الجمع والطرح المركب، فلو كان عندي هنا 1 زائد 4، هذا احنا ما ناخذه هسه، نبقى بالجمع والطرح البسيط، 1 زائد 4. لاحظ هذه المعادلة اللي أقصد بها الجمع والطرح المركب، هنا عندي صعدت 1، هاي 1 راد من صعد 1 زائد 4، أزود 4. لاحظ 4 اللي بقت عندي هنا العمود غير كافي لإتمام عملية الجمع، يعني فقط عندي 3 ما عندي 4. فهو هذا اللي اقصد ان الجمع والطرح المركب احنا نلجأ الى يعني قواعد خاصه او يعني اصدقاء الرقم 5 حتى نحل هذه المشكله، ناخذها في قادم المحاضرات ان شاء الله، لكن احنا حاليا فقط عندنا جمع وطرح بسيط، ما تصير عندنا هاي المشكله، ما تلاقي يعني ما نلاقي هذه المشكله ان شاء الله الى ان نصل الى الجمع والطرح المركب. بالنسبة عندنا إلى رياضيات الأصابع أو رياضة الأصابع في صفحة 20، هاي رياضيات الأصابع إحنا يعني نستخدمها فقط في الروضة. طبعا خلينا نتكلم على تقسيمات السوربان، تقسيمات السوربان حتى تكون الأمور واضحة من نشرح يعني شلون ندرس الروضة أو المستوى الابتدائي أو المستوى الثاني. طبعا تقسيمات السوربان، يعني البعض يسأل يقول هي يعني شنو تقسيمات السوربان، يعني مستوى أول مستوى ثاني. تقسيمات السوربان هي حقيقة تعتمد على المؤلفين، لأن السوربان الياباني هي قواعدة ثابتة، يعني جمع وطرح بسيط، أصدقاء الرقم 5 السالبة والموجبة، والبيج السمول فريند يسمونها، والبيج فريند عندي أصدقاء الرقم 10 أيضا السالبة والموجبة، وعندي الضرب والقسمة أعداد عشرية كذلك. يعني فالمؤلف يجي مثلا يخلي في المستوى الأول جمع طرح بسيط وأصدقاء الرقم 5 السالبة والموجبة، وبعدين بالمستوى الثاني يخلي مثلا أصدقاء الرقم 10 الموجبة، بالمستوى الثالث يخلي أصدقاء الرقم 10 يعني السالبة، وهكذا يعني إلى أن يصل مثلا 8 مستويات 9 مستويات 10 مستويات. فهي بما معنى بأن قواعد السوربان الياباني هي ثابتة، يعني ما تتغير، لكن هو المؤلف يخلي الكتب مالته مال الأطفال طبقا لما يراه مناسبا، يعني ما فتقسيمات السوربان هي مو ثابتة، يعني هي دائما عند الكل ثابتة لا، لكن المادة هي نفسها، يعني أي مركز أو أي تسمية أخرى تستخدم هذا السوربان هذه الأداة هي تدرس نفس القواعد، يعني ماكو قواعد يختلف عن آخر، لأن هي نفسها قواعد السوربان الياباني، بس التسميات تسميات هي هاي تجارية، يعني أي واحد يقدر يسوي له برنامج ويألف كتب، لكن هو السوربان الياباني نفسه. مثلا الكل يبيع مثلا الجزار، هي جزارة مثلا كلها تبيع لحم، لكن اليافطة الموجودة هي تختلف من واحد لآخر، لكن هم كلهم يعني يبيعون لحم،
يعني بما يعني بدي اوصل الفكره بان السوربان ياباني هو نفسه مهما اختلفت التسميات. اما تقسيمات السوربان مثلا هو نفسها، اما تقسيمات الكتب اللي يسوونها الاطفال مستويات هي مثلا انت عندك كيلو رز اكو بهم يطبخه 5 طبخات، اكو بهم يطبخه 3 طبخات، اكو بهم يطبخه مثلا 10 طبخات، فهذا معنى تقسيمات السوربان. هي القواعد ثابته وحده، لكن تاليف الكتب ما راح المؤلف مثلا لاطفال الروضه خلى المنهج كذا، اطفال اول ابتدائي خلى منهج كذا ما يناسبهم. فالبعض منهم يسوي السوربان كله 5 مستويات، البعض منهم يسوي 8 مستويات، البعض منهم يسوي 10 مستويات، لكن هي القواعد ثابته، يعني سواء ابو 5 مستويات او 8 مستويات كلهم راح ياخذون نفس القاعده، يعني ماكو اي قاعده تختلف عن قاعده اخرى. زين بالنسبه لتدريس الاطفال، يعني يبدون مثلا اطفال الروضه احنا ندرسهم يعني جمع وطرح بسيط، رياضيات الاصابع، يعني شغلات بسيطه ما ندخلهم جمع وطرح المركب. كذلك الاول ابتدائي يكون اكو تطور بالكتاب مالتهم، والتقسيمات الرئيسيه تبدي من الثاني الابتدائي اللي هو المستوى الاول، يسمى المستوى الاول. يعني ما يصير مثلا انا عندي ابو الثالث ابتدائي له كتاب خاص بي، او الرابع عنده كتاب خاص بي، ابو الخامس كتاب خاص بي، لا، كل الاطفال من عمر 8 سنوات الى 15 سنه كلهم يبدون يدرسون بالمستوى الاول، يدرسون المستوى الاول نفس الكتاب يدرسونه سواء بالثاني ابتدائي او بالثالث متوسط، كلهم يدرسون نفس الكتاب. ليش؟ لان السوربان هو يعني متسلسل، ما يصير انا انتقل مثلا لاصدقاء الرقم 10 وبعدني ما ماخذ جمع طرح بسيط واصدقاء الرقم 5، تمام؟ فهذا يعني هو يعني من يخلص مستوى ويكملون كتاب المستوى ويمتحنون به، فينتقلون بعدين ياخذون الكتاب اخر، كتاب المستوى الثاني. اما قد يسال سائل يعني الكتاب ايش قد يخلص؟ الكتاب حقيقه يعني من 2 إلى 3 أشهر، اذا كانت يعني المحاضرات 3 في الأسبوع، محاضرتين في الأسبوع، يقدر يكمل مستوى كامل. أما إذا كان مثلا يدرسونه في المدارس لمدة سنة كاملة، فهو يعني محاضرة واحدة أسبوعيا تكفي لمدة سنة كاملة حتى يعني نخلص هذا الكتاب. زين، متى تظهر النتائج على الأطفال؟ تظهر النتائج يعني حقيقة يعني أول 3 أشهر تقدرون تلمسون النتائج، بأن الطفل يعني بدأ يحسب حساب تخيلي مثلا، أو يفهم السوربان بشكل جيد. أما الحصول على بطل يعني يشارك بالمسابقات فمن سنة فما فوق، مع التدريبات المستمرة طبعا والاجتهاد والمتابعة المستمرة. إحنا يعني في هذه الفترة سنة وأكثر نحصل على بطل يقدر يشارك في المسابقات. زين، الآن عندي رياضيات الأصابع في صفحة 20 عندكم. لاحظ أنا عندي مو السوربان هذا اللي موجود اللي عندكم، خرزة واحدة في الأعلى و 4 خرزات في الأسفل، فهذه إيدي يعني تعتبر سوربان، تعتبر سوربان فقط آحاد، يعني بما هذا الإبهام يمثل الخرزة الخماسية، الإبهام هذا يمثل الخرزة الخماسية، وباقي الأصابع تمثل الخرزات السفلية، الخرزات السفلية، يعني هذه يد اليمنى اعتبروها أول عمود في السوربان، الإبهام هو الخرزة الخماسية و باقي الأصابع تمثل الخرزات الأربعة الجوية. يعني لاحظ عملية توظيف الأصابع في السوربان. زين، ليش أنا أستخدم الأصابع في السوربان؟ أنا أستخدمها في المرحلة مثل الروضة، لأن الطفل يعني يقدر يلمس هذا الأمر يعني بشكل جيد، ويعني أيضا يحسب بشكل جيد، لأن موجودة عنده أصابع في كل وقت يقدر يعني يحسب بهن ويدمجهن في السوربان، وكذلك يتخيل السوربان بشكل جيد. زين، انا هسه قلت هاي هي اليد اليمنى تمثل الاحاد، شلون راح اوظفها؟ لاحظ قبضه اليد تعتبر صفر، يعني المعداد الان مصفر، المعداد الان يقرا صفر، هذه قبضه اليد. زين، اذا اريد اجمع مثلا عندي هذه المعادله 1 فافتح 1، اذا صح وكانما انا صعدت خرزه من عمود الاحاد باتجاه العارضه، زائد 1، لاحظ افتح، زائد 1 الناتج يساوي 3، صفر المعداد مره اخرى. زين، 2، لاحظ 2 زائد 2 يساوي 4، لاحظ الان صفرت المعداد، 5، لاحظ ما قلنا 5 الابهام، زائد 1 زائد 1 يساوي ايش قد، من يقول لي ايش قد حاليا؟
ثمانية. نعم سبعة. سبعة ليش ثمانية؟ هاي خمسة وذن اثنين، يعني اعتبروها هذا ايه ثمانية. سبعة سبعة نعم. سبعة نعم. زين، أربعة زائد خمسة ناتج تسعة. تسعة. ممتاز، صفر المعنى. إذن اتفقنا بأن إحنا نوظف الحساب بالأصابع باتجاه السربان. إذن اليد اليمنى تمثل عمود الآحاد، تمثل عمود الآحاد. اليد اليسرى تمثل عمود العشرات، تمام؟ زين، إذا اليد اليسرى تمثل عمود العشرات، راح أنا أمثل خرزات يعني أعداد بأصابعي وأريدكم تقرون إياها، تمام؟ زين، هذا ايش قد يساوي؟ 11. 11 ممتاز، لأن هاي كل وحدة 10، وهذا ايش قد يصار؟ هذا 50 باعتبار. 50 ممتاز، زين. الآن ايش قد عندي؟ 12. هاي اليد اليمنى 12، هذه أحد 12. زين الآن 62. لا أحسن، ممتاز، 62 يعني هاي 50 وهاي 10. الآن 72، هذه 74. ممتاز، إذن هذه الآحاد وهذه عمود العشرات. لاحظ أنا افتهمت رياضيات الأصابع، بس هو يعني بس آحاد وعشرات. نعم إحنا يعني أطفال. نعم إحنا ما أكو بيهم شي يسوون، يقسمون ذن الإبهام والسبابة وهاي، فهذا شيء صعب جدا يعني الأطفال. لأن يعني أنا بس أريد إحنا يعني واحد عنده السوربان مثل ما عنده آيفون مثلا، عندك السوربان وتقدر توصل بشكل جيد يعني إلى مبتغاك وهو الحساب التخيلي، ليش ترجع للنوكيا وحساب بالأصابع؟ إحنا الغاية مو نحسب بالأصابع حقيقة، ولا نحسب بالسوربان اللي موجود هذا الآلة عندكم. إحنا الغاية من السوربان هو الوصول بالطفل للحساب التخيلي، ما يستخدم أي آلة أخرى، فقط فكرة يتخيل السوربان ويحسب. يعني أنا أخلي الطفل يحسب بالأصابع، خب أنطي أي آلة حاسبة وقل له أحسب بها، ماكو فايدة. الفايدة الأهم بالسوربان هو الطفل يوصل للحساب التخيلي. الحساب التخيلي هو اللي يطور القدرات العقلية لدى الطفل، لكن إحنا بالبداية يعني طفل الروضة لازم نفهمه، وحتى نوصل بي الى يعني السوربان بشكل جيد لازم نوظف هذا الامور. هنا عندي لاحظ عندي في صفحه 21 شلون هاي عمود العشرات شلون ممثله. لاحظ الابهام يساوي الخرزه الخماسيه، وباقي الاصابع تمثل الخرزات السفليه. الاهداف من استخدام يعني استخدام الأصابع التعرف على الأعداد السوربان، التدريب على تمثيل الأعداد بشكل صحيح على الأصابع، التدريب على طريقة إجراء العمليات الحسابية كجمع وطرح. أنا الطرح يعني حقيقة ما أخذت لكم شلون يكون الطرح. من يقول لي شلون يكون الطرح على الأصابع؟ نعم، هسه أنا عندي مثلا هاي إيدي صفر تقرأ 2 زائد 5 زين ناقص 5 شو أسوي؟ 7. أرجعها، أرجعها لمكانها، تمام؟ بالناقص أرجعها لمكانها، بالناقص أرجعها لمكانها. لاحظ الآن عندي 2 هسه مصفر المعداد، 2 زائد 2 ناقص 2 يساوي 2. فعملية الطرح أرجع أضمن الأصابع المطروحة، أرجع أضمن الأصابع المطروحة. لاحظ عندي شكل في صفحة 21، هاي كيف تقسم اليد اليمنى واليد اليسرى، لأني يعني الأصابع كل وحدة واحد، وإصبع الإبهام يساوي 5، عندي باقي الأصابع كل واحد يساوي 10، والإبهام يساوي 50، الإبهام يساوي 50. لاحظ الآن تمثيل المعداد بالأصابع، هنا عندي لاحظ في صفحة 22 عندي هنا يقرأ 0 1 2، هذه الصور في صفحة 22، 3 4 5، لاحظ هاي 5 6 7 8، هاي تمثيل اللي تكلمت عنه قبل شوية. لاحظ كف اليد كامل هو 9 تسعة عشرة، لاحظ هاي صفر وهذا واحد، هاي آحاد تقرأ صفر واحد بالعشرات، عشرة دعش
وعندي مثلا 13 24 30 عندي 40 80 مثلا و99 وهكذا. هذا يعني تمثيل الأصابع وعلاقتها في السوربة. لاحظ الآن عندي تمثيل عمليات الجمع وطرح بالأصابع. لاحظ تمرير رقم 1 6 + 1 لاحظ شلون تكون 7. تمرير رقم 2 8 - 6 يساوي 2. يعني هذا ايضا شرحته انا حتى تبين. عندي هذا السؤال خلينا نحله صفحه 25. عندي صفر، وين الصفر؟ صفر ثالث واحد. ممتاز، قبضة اليد هي تعتبر صفر، هاي مصفر الآن المعداد. واحد. أول واحد. أول واحد. نعم، تقدرون تحلونها. عندي الصفحة اللي وراها أيضا هنا، لا هاي علاقته بال يعني أيضا نحلها، نجر خط يعني صفر، لاحظ علاقته يعني السوربان بالأصابع، أيضا نصير خط بما يناسبه في صفحة 26. وعندكم يعني كواجب صفحة 27 و 28 تحلونها، يعني من تخلص المحاضرة تحلونها، يعني شلون تستخدمون الأصابع. طبعا أنت كمدرب حساب ديني غير مطلوب منك حقيقة يعني الحساب بالتخيل، لكن احنا نعطيك التقنيات حتى توصلها للأطفال بشكل جيد. يعني تحاولون تحلونها بالبيت هذا، يعني أنا نصيحتي لكم يعني خلي يتابع ويانا بشكل جيد حتى اللي يتابع يعني يكون ممتاز، لأن العمليات متسلسلة حقيقة، واللي ما يتابع من البداية ما يقدر يعني تكون صعوبة يواجه عند تقدم المحاضرات. الآن ناخذ شلون ندرس مستوى الروضة. مستوى الروضة، شلون ندرس مستوى الروضة؟ طبعا مستوى الروضة هو للأطفال اللي عمرهم 4 سنوات 5 سنوات، يعني يسمونهم KG1 أو KG2 مثلا. هذا الطفل يجي للروضة
هو ما يعرف مثلا، اغلبهم ما يعرف الارقام، يعني شنو ما يعرفين يقرا واحد مثلا او اثنين، او شنو معنى ثلاثه، او حتى يكتبها، وحتى لزمته للقلم. فاحنا المنهج راح يكون مال تدريس الاطفال وفق الاتي. يعني مثلا انا عندي اول ما ابدي باطفال الروضه، حتى يعني الرقم واحد، نبدي الرقم واحد مثل ما تشاهدون، هذا كتاب هو الروضة. هنا عندي الرقم واحد، طبعا انتم تقدرون يعني تدرسونه بالانجليزي او بالعربي، يعني السوربان هو يختلف عندك ما يختلف عندك، فقط الارقام تنطقها باللغة الانجليزية، وعلامة الجمع تكون بلس وعلامة الطرح تكون ماينس، ماكو اي مشكلة. عندي الرقم واحد، لاحظ شلون راح ادمج يعني مفهوم الرقم واحد، وما هو الرقم واحد، يعني شنو واحد، ماذا يعني، وبعدين أمثله على الأصابع، وبعدين أوظفه في السوربان حتى يكون التعليم مستمر بشكل جيد. يعني أنا الطفل أيضا أعلمنا معنى الرقم، وأيضا يعني أتدرج وياه بالسوربان. لاحظ الآن الرقم واحد، وين الرقم واحد؟ هو هذا الرقم واحد، فأكتب الرقم واحد للطفل، أعلمه بأن هذا هو شكل الرقم واحد، شكل الرقم واحد. زين، هو الطفل الان عرف شكل الرقم واحد ينكتب او وان. زين، رقم واحد شنو معناته؟ معناته يعني قيمته هذا الارنب يساوي واحد مثلا. فالطفل عرف شكل الرقم وعرف قيمته، يعني عرف العد، عرف العد بان هذا هو واحد وشكله واحد. بعدين شو قال له؟ اقول له هذا ايضا واحد، حتى اوظف يعني الاصابع مال الطفل، يعني هو اصابعه دائما وياه، يعني فيعرف يعد، خليه بالاصابع حتى يعرف معنى العد. وبنفس الوقت انا عندي سوربان كبير موجود على السبوره، ارفع الرقم واحد في عمود الاحاد، اقول له هاي الخرزه تساوي واحد، واخلي الاطفال ايضا يمثلون رقم واحد على الهواتف مالتهم. تمام، هذا يعني المحاضره الاولى بالنسبة لأطفال الروضة، أمثل الرقم واحد. بعدين إيش أسوي؟ أقول له نشاط، اكتب الرقم واحد هنا، فيكتب هنا واحد. تمام، وهنا واحد، وهكذا هنا أيضا واحد. هذا هو يعني تدريس المستوى الروضة، مستوى الروضة. زين، هسه أنا الطفل عرف مفهوم العد وعرف مفهوم الرقم واحد. تمام، الآن إيش أسوي؟ وعرف يحسب بالأصابع ومثلته على السوربان. الآن أيضا أنطي نشاط، لون ما يناسب الرقم واحد، حتى أعزز يعني مفهوم الرقم واحد عند الطفل، 4 سنوات 5 سنوات. فأقول له الآن مفهوم الرقم واحد، هسه مثلا هنا عندي لون الرقم واحد، هذا عندي هو الرقم واحد، ونلون مثل هذه النجمة فقط. الآن تمرين آخر حتى أعزز أكثر مفهوم الرقم واحد، صل بخط ما يمثل قيمة الرقم. هنا الطفل يعرف بعد هو الواحد، هذا الواحد، صل. هاي كلها تدريبات حتى يعني أعزز مفهوم العدد عند الطفل. وأيضا عندي هذا نشاط، لاحظ هذا يعني الكتاب، وهذا يعني هاي الأمور يعني الطفل يقدر يتعلمها بأي كتاب، لكن أنا أريد يعني أوظف هذا الشيء في السوربان، يعني أدمج وياه مثل ما لاحظت الآن، يعني في الصفحة الأولى أدمج وياه السوربان، حتى بعدين شوية شوية الطفل أتسلسل وياه، مو أعلمنا الأرقام وبعدين أدخل السوربان، لا، نوظف ويا السوربان ويتعلم للأعداد والأرقام، حتى بعدين ما تكون يعني غريبة عليه. الآن الطفل هو يعني بعد ايده طريه جدا، يعني وحتى ما يقدر يمسك القلم. هذا عندي نشاط هو لتعليم الاطفال يعني كيفيه مسك القلم يعني تقويه عضلات اليد. طبعا انا ايضا يعني دارس
يعني مدرب نطق للأطفال، ويعني تقوية القدرات العقلية، فهذه الأمور أيضاً ساعدتني في يعني نقلها داخل كتاب السوربان. هنا عندي أيضاً مثلاً يعني الطفل، حتى هذه الأرقام هي تقوي عضلات يد الطفل. بعدنا بالرقم واحد أيضا هذه الدوائر يمشي عليها الطفل حتى تقوي عضلات إيده. الآن وصلنا نشاط رقم واحد، طفل احسب بالأصابع، عندي واحد زائد واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد زائد واحد، وعلمتكم شلون طريقة الأصابع، وعلمنا الأطفال أيضا يحسب بالأصابع حتى عزز مفهوم رقم واحد. لاحظ الآن ما عندي أنا لا رقم اثنين ولا شيء، فقط رقم واحد. زين، هذا السؤال نفسه شو يسوي؟ لاحظ شلون اجذب الطفل للسوربان. اول مره عرفته مفهوم العدد رقم واحد، وبعدين اخذنا نشاط حسبنا بالاصابع. نفس هذا النشاط اوظف لنا وين؟ اقول للطفل الان هذا النشاط نفسه نحسب بالسوربان، هذا نفس النشاط الان نحسب بالسوربان، صاعد خرزه واحده، واحد زائد واحد ناقص واحد، نسويها بالسوربان هذا النشاط. احسب بالمعداد. الآن احسب بالتخيل، خلي الطفل لاحظ الآن التدرج في العمليات. الآن أقول للطفل لا تستخدم لا معداد ولا أصابعك، تخيل المعداد واحسب بالتخيل. لاحظ طفل في عمر 4 سنوات هكذا. طبعا المحاضرة الأولى قد تكون صعبة، لكن بعدين في المحاضرات القادمة يعني من خلال المحاضرة الثانية والثالثة الأطفال راح يفهمون بشكل كبير جدا يعني، ويتسلسلون وياكم يعني. الآن الرقم اثنين 2، لاحظ الآن نفس الشيء يتكرر عندي، نفس الورقة الأولى، لكن هنا عندي شنو هو الرقم اثنين؟ هذا الرقم اثنين ومفهوم العد مال الرقم اثنين اللي هاي النحلات اثنين، وأيضا عندي هذه الأصابع اثنين، وأيضا أصعد على المعداد اثنين. نفس الإجراء أستخدمه في الرقم اثنين، وأيضا هنا عندي اكتب الرقم اثنين، لاحظ، واصل بخط ما يمثل الرقم اثنين، تتكرر نفس العمليات وألون رقم اثنين. هنا عندي هذا أيضا نشاط أيضا ترفيهي بالإضافة إلى تقوية مسك القلم، لون الشكل. والآن نجي للتمرين، نحسب بالأصابع أول مرة، نفس التمرين الثاني نحسبه بالمعداد. لاحظ هنا العد الجديد بالجدول دخل عندي رقم اثنين، اذا انا الطفل رقم عرف واحد ودخلت له الان رقم اثنين، واتسلسل هكذا. الان نفسه احسب بالتخيل. الان نستمر بالرقم ثلاثه، ونفس العمليات تتكرر عندي، هذا الرقم ثلاثه هو الشكل مالته هذا، ومفهوم العدد ثلاثه هاي النجمات. يعني احنا بنوصل للمحاضرة الثالثة، الطفل بعد افتهم بشكل جيد يعني ما راح يتعبكم. الآن عندي ثلاثة وأمثل على السوربان ثلاثة، تمام. وأيضا نقول له اكتب نشاط، نكتب نشاط الرقم ثلاثة، ثلاثة صلب خط، ثلاثة لون ما يناسب ثلاثة. وأيضا عندي هذا راح الآن راح يدخل عندي رقم ثلاثة كتابة، حسب بالمعداد، حسب بالتخيل. الآن أيضا هذا نشاط ترفيهي حتى نقوي طريقة مسك القلم عند الطفل. هنا لاحظ هذا النشاط، لاحظ حدد الاختلاف بين الصورتين، عندي صورتين أريد الطفل يحدد الاختلاف شنو موجود. هذا لاحظ كاتب أنا ملاحظة للأستاذ، جو ملاحظة، هناك اختلاف واحد بين الصورتين يعمل الأطفال على إيجاده. هذا النشاط لزيادة التركيز عند الأطفال، أيضا إحنا مطلوب عندنا نزيد التركيز عند الأطفال بشكل جيد. يعني هذا الكتاب هو إجا وفق دراسة يعني العديد من الأطفال وحالات الأطفال ودمجها بالسوربان يستفاد. لاحظ الآن عندي الرقم أربعة، الرقم أربعة، بس سدوا المايكروفون فقط، إذا عندك سؤال افتح المايكروفون.
وايضا عندي نشاط لتقويه مسكن. الامر يعني المهم عندكم راح شويه تواجهون صعوبه في فهم الرقم 5 عند الاطفال، يعني من نوصل للرقم 5 هنا عندي نشاط هذا ايضا دمجت الارقام بالسربان بالعد. الان هذا نشاط صل بخط، لاحظ شويه شويه قاعد اجر الطفل الى السربان، شويه شويه اجر الطفل للسربان. الان صل بخط ما يمثل العدد على السربان اللي رقم 5، شويه راح تكون عندكم صعوبه عند الاطفال في فهم رقم 5. يقول لك انا اخذت ذني الاصابع كل واحده واحد، ايش معنى هذا الرقم 5؟ فانت لازم يعني تلقى لك فد اي سالفه، يعني انت اي فكره توصل بيها، مثلا تقول له هذا هو يعني قوته عن 5 اشخاص مثلا هذا، تمام، او يعني ذولا اصدقاء مثل هذا كان خماسي فلام كارتون، ما واصلين لهم الاطفال، ما عندهم من يتحدون ويصيرون يعني شخص واحد، او اي انت يعني فكره عندك تحب توصل الاطفال بان هذا الابهام هو يمثل الرقم 5 او الخرزه العليا تمثل الرقم 5. ونستمر بنفس المنهج والعمليات، نكتب الرقم 5 ونجر ما يمثل الرقم 5. والان هنا عندي لو اكمل العدد المفقود، يعني لاحظ طفل في 4 و5 سنوات يحل هكذا اسئله، هم بالاول ابتدائي ما ماخذينها، الان اكمل الشكل ثم لون، هاي كلها حتى ازود تركيز وطريقه مسك القلم. 6 لاحظ 6 نفس الشيء. عفوا استاذ، هذا المنهج وين متوفر؟ هذا عندنا المنهج، يعني انتم تقدرون تطلبونه، احنا اي مدرب عندنا ندعمه بكل شيء، كتب، حقائب تدريبيه، اي شيء موجود عندنا، تراخيص مراكز، كل شيء موجود عندنا. هذا هنا عندي حدد الاختلاف بين الصورتين. احنا راح ناخذهم كلهم ذني الدراسة، يعني في كل محاضرة انا راح اعطيكم شلون تدرسونه. هسه احنا عندنا منهج الروضة هذا شلون ندرسه، بعدين راح اعطيكم ان شاء الله من نتقدم المحاضرات منهج ايضا منهج الاول ابتدائي شلون ندرسه، وبعدين منهج المستوى الاول شلون ندرسه، وهكذا. هذه الكتب كلها موجودة. الان نحسب بالاصابع والمعداد والتخيل. عندي هذا ايضا نشاط ترفيهي عند الاطفال، رقم 7 ايضا يتكرر عندي. الان صل بخط، اتبع الخط المنقط، هذا ايضا اجراء لتقويه مسك القلم عند الاطفال. سب الاصابع، سب التخيل، سب المعداد، وايضا عندي نشاط ترفيهي. زين، الرقم 8 لاحظ الآن ها كلها نشاطات. رقم 9 أطفال الروضة يأخذون فقط الآحاد، يعني ما يعبرون على العشرات. طفل الروضة ما يعبر على العشرات، أبو الأول ابتدائي يأخذ حد 50 أو 60، وهكذا. رقم 0 لاحظ قبضة اليد تساوي 0. صل بخط، اريد اوصل يعني انا شلون هسه، لان الطفل هسه من كملت العشرة انا راح افطمنة عن يعني عرف حتى العد بالاصابع. الان حتى اعزز هذا يعني قيمة الارقام اللي عند الطفل، اتوجه بشكل كامل الى السوربان. الان نشاط لون ما يسوي قيمة الرقم، يعني وكأنما هذا السوربان. الان انا عندي 1 يلون خرزة مفعلة، 2 يلون خرزتين، يعني لاحظ شوية شوية جبت الطفل للسوربان، يعني دمجت تعليم الارقام بالسوربان وبعدين جبته الى السوربان. 3 يلون 3 تفاحات مفعلة طبعا، 4 وهكذا. لون ما يساوي قيمة الرقم، ايضا هذا نشاط اخر. جد ناتج ما يلي، نا اكتب الرقم الذي، الان كله صار عندنا سوربان. لاحظ الان هنا عندي في هذا يكتب جواج قد عندي هنا، 1 يكتب 1، نا 2 يكتب 2، نا 4 يكتب 4. طبعا احنا ندرس باللغه العربيه، ليش؟
لأن أول شيء إحنا بندرس باللغة العربية، الطفل هو متحدث باللغة العربية، فأنا راح أقطع شوط كبير جدا في إيصال المعلومة إليه، تمام، بشكل كبير جدا. لكن إحنا نكتب الأرقام باللغة الإنجليزية، لأن حقيقة المسابقات كلها تكون باللغة الإنجليزية يعني، وأغلبها مكتوبة زين. فإحنا ندرس باللغة العربية ونكتب الأرقام، كل المناهج ماكو عربي يعني، قليل جدا تكتب الأرقام العربية لأن المسابقات باللغة الإنجليزية الأرقام. فأنتم كيفكم بعد اللي تدرسونه بالعربي أو بالإنجليزي؟ بالنسبة للنطق أنا أتكلم، مو يعني كتابة الواحد أو لا، بالنسبة للنطق يعني 1 plus 1 minus 2 equal، يعني equal يساوي معناتها، لاحظ الآن يعني طفل 4 سنوات 5 سنوات أريد دخلت له هذا المفهوم، أريد أطور قدراته بشكل كامل. بعد أنا عندي طفل أريد أتبنى، فأستخدم علامة يعني الأكبر من والأصغر من، هاي جدا يعني أيضا تفيد الطفل. عندي هنا عندي يساوي أكبر من وأصغر من، وهذا مفهوم يعني بشكل كبير جدا تقدرون توصلونه للطفل. إحنا يعني كان التمساح يعني يأكل الأكبر، والبطة يعني تأكل الأكبر يعني، فيعني هذه الأمور اللي يعني الأفكار اللي توصلونها للطفل حتى نعزز مفهوم العدد يعني يعرف. الآن أيضا عندي هنا 9 وهذا المعداد 9 فهي يساوي، هنا عندي 8 وصاعدة 9 هاي شنو، منو أكبر هنا على هذا السوربان؟ لاحظ شلون دمجنا الأرقام الآن بالسوربان، هنا عندي 5 مفعلة وهكذا. هنا عندي حتى أعزز بعد أكثر الطفل، لون ما يساوي قيمة الرقم، هنا مخلي له 1 يلون 1، هنا 2 زائد 2 يلون 2، هنا ناقص 3، لاحظ ناقص 3 حتى فهم، هنا ملاحظة بالنسبة للأرقام التي تحمل إشارة ناقص، فلنقوم بتلوين الخرزات البعيدة عن عرضها، يعني خرزات غير مفعلة، هنا ناقص 3، ما ألون ذن المفعلات، لا حتى أعزز مفهوم الطفل بأن هنا أي خرزة مقتربة للمعداد تقرأ عندي، فألون ذن الغير مفعلات، ناقص 3. وهكذا. الآن هذا نشاط. الآن بدينا يعني بشكل كامل السوربان، حل بالسوربان، هاي معادلات عندي حلها بالسوربان، وأيضا معادلات أخرى يحلها بالسوربان. هنا بعدين حل باستخدام الأصابع، كله سوربان راح يكون، حل باستخدام التخيل، شوف شلون راح تصعب المعادلات عند الطفل. ضع إشارة يساوي أكبر من أو أصغر من، حدد اختلاف بين الصورتين، هنا لون الخرزات، هنا 3 لون خرزات 3 مفعلة، هنا 5 لون الخرزة الخماسية، وهكذا. كل هذه هي حتى يعني نعزز مفهوم السوربان عند الأطفال. الآن هنا عندي نشاط، أيوه بيحل على المعداد، حل تخيلي، كلها تمرينات، هاي بعدين كلها تمرينات شاملة على السوربان. الآن دخلت بشكل كامل على السوربان. النوب بعدين مو هاي، صار عندي توقيت حل، لازم الطفل يعتمد على الوقت، يعني من يحل مو كيف مثلا ياخذ وقت، لا احنا مثلا هنا حتى نكون سريعين مثلا انجز على المعداد واكتب توقيت الحل، هنا يحل ذن العشر معادلات مثلا، انطوهم انتم مثلا 5 دقائق 10 دقائق وخلي الوقت، مثلا قال لك 6 انا خلصت، فانت قل توقيتك مثلا انت حليتها ب3 دقائق، ممتاز انت حليتها ب4 دقائق. هنا بعدين لاحظ حتى الاختلافات زادت، كانت في يعني الامور الماضيه اختلاف واحد، الان اوجد 3 اختلافات. حل على المعداد، حل تخيلي، بشكل كامل الان على السوربان، لاحظ عمليات الشامل. بعدين الطوابق صارت 1 2 3 4 5 طوابق المعادلات صارت. بعدين هاي مخلي لكم امتحان نهائي يعني بالنسبه للاطفال، يعني حتى تستفادون من شلون تسوي امتحان. مثل هذا التمرين صل بخط، هنا اكتب قراءه المعداد، هنا لو الخرزات اللي تمثل، هنا عندي حل بالمعداد وحل بالتخيل. هذا كتاب الروضه حقيقه يعني حول تدريس السوربان للاطفال. ان شاء الله في قادم المحاضرات ايضا راح نستمر ونعرض لكم في كل مرحلة كتاب وكيفية تدريسه.
تدريسه وإن شاء الله. أكو سؤال؟ شكرا جزيلا لحضوركم، ونلتقي في محاضرات أخرى إن شاء الله. مع ألف سلام.